تيسبريس.com أول موقع إخباري إلكتروني بتسنيد جنوب المغرب. الوقفة النضالية اللي كتنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس. لماذا اليوم بالضبط ننظم هذه الوقفة في اليوم العالمي للمدرس اللي من المفروض يكون هو يوما احتفاليا وليس يوما احتجاجي؟ بسبب بسيط، هو أن التعليم أو السياسة التعليمية ديال الدولة المخزنية هي سياسة إقصائية تصفوية تهدف إلى ضرب المدرسة العمومية وتصفية كل ما هو له علاقة بالقطاع، بما هو شعبي وما هو مرتبط بالشعب المغربي. تأتي وقفتنا اليوم استمرارا لمعارك النضالية التي تقودها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الإقليم، وكذلك استمرارا للبرنامج النضالي الذي سطرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على التدبير الانفرادي والإقصائي والعشوائي للإدارة الإقليمية لمجموعة من الملفات، بينها الملف ديال الحركات الانتقالية، سواء كانت حركة انتقالية وطنية أو ما سمي بتعيين العالقين من الحركة الوطنية، واللي شابهوا ما شابهوا من مجموعة من الأمور ومجموعة من الشبهات، بداية من مجموعة من الالتحاقات المشبوهة، وكذلك مجموعة من وكذلك ترتيب مجموعة من المؤسسات ترتيبا عشوائيا وانتقاميا، وكذلك خرق، وهذا هو الخطير والخطير جدا، خرق أهم شيء اللي بنات عليه هاد الحركة، واللي هو كما تقول الإدارة بأنها كان في إطار لجنة إقليمية، ونحن نعرف جميعا بأن هذه اللجنة الإقليمية لم يعد لها وجود منذ صدور المذكرة 111 التي اختصرت العلاقة بين الإدارة والنقابات في لجنة فض النزاعات. واك واك على شوها. كذلك نستنكر عشوائية التدبير الانفرادي، عشوائية التدبير الانفرادي للتكليفات، واللي كان خارج الإطار ديالو اللي كنعرفوه هو المذكرة ديال تدبير الفائض اللي هاد العام ضربت بها هاد الإدارة، ضربت بها عرض الحائط، وكانوا مجموعة من التكليفات وكذلك تدبير الفائض خارج هاد الإطار ديال هاد المذكرة المنظمة لهاد العملية، وكان عبر مزاجية الإدارة ومجموعة من، وكان كذلك فيه انتقام وكان فيه تصفية حسابات مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لأن كما نعرف أن مجموعة من المناضلين ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعرضوا شطط إداري بسبب واحد، وهو أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفت كما تقف دائما إلى جانب الأساتذة والأستاذات وإلى جانب الجماهير الشعبية، وهذا هو الدور الحقيقي ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والدور الطبيعي والتاريخي لهذه المنظمة العتيدة، والتي يهدف كما تقول الإدارة الوصية أنها تهدف إلى عزل هذه المنظمة العتيدة، ونحن نقول لهم بأنه هيئات أن تركع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونحن نعرف جميعا التاريخ النضالي ديال هذه الكونفدرالية، ونؤكد للإدارة بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مكانها الطبيعي هو إلى جانب الأساتذة والأستاذات وإلى جانب جميع المستضعفين والمستضعفات، ونعاهد جميع الأساتذة والأستاذات بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستبقى وفية بالعهد، وستبقى إلى جانبهم في السراء والضراء، وستكون إلى جانب جميع الأساتذة سواء كانوا منخرطين مع الكونفدرالية أو غير منخرطين، بأننا نعاهدهم بأننا على الدرب سائرين، وسنستمر في النضال إلى أن تتحقق المطالب، جميع المطالب، وإلى أن تتراجع الإدارة أولا عن المحضر المشبوه
الذي سمي بمحضر تعيين الحالات العالقة، والتي غرك إخبار جميع الأساتذة والأستاذات أنني كنت بالأمس في لقاء مع عضوين من المكتب الوطني، كنت في لقاء أكادير بالأمس، أعطيتهم تقريرا مفصلا على جميع الخروقات التي شابت هذه العملية، وهم وعدوني بأن غدا سيتم طرح هذا الملف على المديرية الموارد البشرية، ونحن نطالب بإرسال لجنة لتقصي الحقائق، لأن هذه الاستماتة وهذا الدفاع ديال الإدارة على هذا الملف والدفاع على أذناب الإدارة على هذا الملف يؤكد بأن هناك دخول مدرسي في البنيات وكذلك الشجرات، هناك ارتباك واضح وارتباك مشبوه في الحقيقة، هناك مجموعة من المدارس، مجموعة من التلامذ اللي باقي ما كيقراو، راكم شفتوا الوقفة الاحتجاجية اللي نظموها التلامذ في بن حمد اللي كيحتجوا على عدم تمكن أبنائهم من التمدرس إلى حدود تقريبا شهر أكتوبر، وهذا راه خطير وخطير جدا. هنا كيبان وفي الأخير لا يفوتنا أن نحيي بتحية إجلال وإكبار جميع الحركات الاحتجاجية عبر ربوع الوطن، وعلى رأسها الحركة الاحتجاجية ديال الريف الصامد المناضل، وكذلك نحيي بتحية إجلال وإكبار معركة الأمعاء الفارغة التي يقودها معتقلي الرأي ومعتقلي التعبير ديال الحسيمة الذي دخلون في إضراب مفتوح عن الطعام، ونحمل الدولة المغربية بتحمل كامل مسؤوليتها في إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع معتقلي الرأي عبر ربوع الوطن. كما نؤكد بأن الكونفدرالية الديمقراطية الشغل لن تحيد عن دورها التاريخي المتمثل في الدفاع عن كل طبقات المسحوقة، والدفاع عن كل أبناء الشعب المغربي، وكذلك الدفاع عن نساء ورجال التعليم إلى أن يتحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص. ودمتم للنضال صامدين، وتحية نضالية مجددة.